صباحو اهلا وسهلا على القناه. اليوم بدي اتحدث معكم على البيكسل 6 برو. اخيرا وصل على المكتب عندي هون، صار فينا نفتح العلبه مع تيم بيكسل. شكرا جزيلا لشركه جوجل. بدي افرجيكم اليوم نعمل انبوكسينج، نفتح العلبه نشوف المميزات الحلوه وغير هيك. بدي اعمل كمان مقارنه على الحجم بين هيدا التليفون والبيكسل 4 اكسل والبيكسل 5 من السنه الماضيه. يلا انا طارق وهيدا البيكسل 6 برو من جوجل. خلينا نبلش. اعملوا لايك وسجلوا على القناة حتى دايما تعرفوا لما ننزل لكم فيديوهات جديدة. هذا هو التليفون البيكسل 6 برو، موجود عندي بالستورمي بلاك الاسود تبعنا هون، 128 جيجا بايت عليه للستورج. حيكون في عدة الوان تانية وعدة انواع تانية، خاصة البيكسل 6 كمان. واللون الغطاء اللي اعطوني اياه لون اخضر شوي، بذكرني شوي باللون الاخضر من السنة الماضية على البيكسل 5. هذا هو التليفون مثل ما بنشوف البيكسل 6 برو. مثل ما عم نشوف هون في عندنا كاميرا زيادة موجودة عن البيكسل 6 اللي بتجي، هيدي مسميينها ال 48 ميجا بيكسل للتليفوتو لينز. عندنا الاساسية كمان ال 50 ميجا بيكسل جي ان 1 سنسور موجودة هون، اللمزة الثانية بتكون 12 ميجا بيكسل الالترا وايد، الدول تون ال اي دي فلاش، وعندنا واحد منهم الميكروفونات. لفوق هون بنشوف في عندنا واحد ميكروفونات، ما في شيء ثاني. على الشمال ما عندنا شيء، كله فاضي كله منيح. بنقدر نحط السيم كارد موجودة هون. لتحت عندنا الفتحة للسبيكرز، واحد تاني من الميكروفونات واليو اس بي سي. على اليمين ما عندنا الباور بتن والفوليوم روكر لنقدر نغيره. سو عندنا ثلاث ميكروفونات موجودين على التليفون. البطارية الموجودة هون 5000 ملي امبير بدل ما تكون 4600 على البيكسل 6. وغير هيك كمان الشاشة موجودة هون 6.7 كيو اتش دي على 120 هرتز. البيكسل 6 حتكون 6.4 على 90 هرتز على 1080p. في فرق شوي بيناتهم، بس على القليل بنقدر نشوف انه التليفون شكله كتير منيح، وعندنا كمان الكيرف ديسبلاي موجوده هون على البيكسل 6 برو. باقي الاغراض بقلب العلبه، بنشوف الشريط اليو اس بي سي ليو اس بي سي، عارفين انه احنا الشارجر ما بيجي بقلب العلبه، وعندنا كمان اليو اس بي سي لليو اس بي اي لنقدر نحول معلوماتنا على التليفون تبعنا الجديد. هلا شغله بدكم تعرفوها انه التليفون بيشارج ب 30 واط على الماكسيموم لما نستعمل الشريط. البيكسل 6 برو بيستعمل 23 واط على الوايرلس، البيكسل 6 بيعمل 21 واط. هذا الفرق بيناتهم، رغم انه هون عندنا 5000 ملي امبير، التليفون الثاني عنده 4600. ولما بنشوف الغطاء هون مثل ما شفنا لونه اخضر شكله حلو. اللون الاسود هون واللون الاخضر موجود فوقه، لما نحطهم فوق بعض بنشوف كيف يمشوا، صار لونه كتير حلو وماشي مزبوط. بعتقد انا كمان رغم انه لونه اسود من وراء التعليق الخضار من شوي لفوق بنقدر نشوف الجوجل لوجو هون، بصير شكله كتير حلو للتليفون. وعندنا كمان الكيرد ادجز هون على الشاشه من الجانبين. ومثل ما عم نشوف هون عندنا ثلاث تليفونات، البيكسل 4 اكسل هون من شي كم سنه، السنه الماضيه البيكسل 5 من جوجل. الشغله اللي بنلاحظها من شغلات تليفونات لجوجل، اول شيء كانوا يستعملوا التليفونات مع الكاميرات اثنين، هيدي اول ما بلشوا ينزلوا كاميرتين. الكاميرا موجوده على البيكسل 4 اكسل الاساسيه عادي والثانيه تليفوتو. على البيكسل 5 غيروها، خلوا الاساسيه عادي وراحوا على البيكسل الالترا وايد الواسع حتى نقدر نستعمل الكاميرا منيح، واعطونا 2 تايمز ديجيتال زوم لنقدر نقرب شوي. هوني قلبوها على الاخر، حيعطونا جهاز يعني صراحه احسن جهاز نزلوه للنهار. اول شيء الحاسوب حيكون تنسور، ما عم نستعمل الكوالكوم تشيبس مثل ما شفنا يوم بالماضي، هذه اول شيء مع التايتن ام 2 نازل فيه. والكاميرات الموجودين هوني عندنا 3 كاميرات موجودين مزبوط، الاساسيه 50 ميجا بيكسل، الثاني حتكون 12 ميجا بيكسل الترا وايد للواسعه، والثالثه 48 ميجا بيكسل للتليفوتو. معناته مش بس اخذوا كل الشغلات اللي عجبتهم بين اثنيناتهم، ركبوها وزبطوها مزبوط. هذه شغله كتير مهمه، ومش بس هيك كمان الكاميرا الموجوده قدامي هون حتكون 11.1 للبيكسل 6 برو، وحتكون 8 على البيكسل 6 موجوده هون، كمان اكبر من الكاميرات الثانيه اللي شايفينها بالماضي. شاشة كبيرة الـ QHD مع الـ 120 هرتز، مثل ما كان هون عندنا 90 هرتز وهون كان عندنا 60 هرتز. سو جددوا اخذوا كل الشغلات المنيحة من التليفونات القديمة وركبوا لنا اياها هون على التليفون الجديد من شركتهم. سو عم بقول لكم صراحة أنا كتير متشجع على البيكسل 6 برو. شغلة تانية كمان بدنا نتحدث فيها هي على حجم الشاشة الموجودة عندنا هون. كنا على البيكسل 4 XL عم نستعمل 6.3 انش، والسبب انه بنقول 6.3 لانه هون عندنا السولي تشيب حتى تعمل الفيس انلوك، ما عندنا فينجر برنت سنسور عليه لهالتليفون. البيكسل 4 XL ايموها واعطونا الفيس انلوك. السنه الماضيه نزلوا التليفون ب 6.1 على البيكسل 5 ما اعطونا الاكسل، وهذا التليفون الفينجر برنت سنسور مثل ما شفنا من قبل موجود لورا هون بالنص، بس الشاشه نزلت ل 6.1، سو كنا من 6.3 ل 6.1، وهلا صار عندنا 6.7 على البيكسل 6 XL على البرو وال 6.4 على البيكسل 6 العادي. غير هيك كيو اتش دي 120 هرتز عندنا هون، الكيو اتش دي
على 60 90 120 و 90 هرتز موجود كمان على البيكسل 6. شو كل الشغلات موجوده هنيك رغم البيكسل 6 بضلوا اكبر من التليفونات اللي نزلوها من قبل. انا صار لي زمان ناطره لهالتليفون وناطره بفارغ الصبر. الاعلان اللي عملته امبارح جوجل وعم نفرجتنا على كل الشغلات الجديده وبيقولوا لنا انه هذا احسن تليفون للسيكوريتي موجود من تليفونات البيكسل. عندنا تنسر بروسيسور الحاسوب الجديد من جوجل وعندنا تايتن ام 2، يعني معناته السيكوريتي عليه هذا يكون ما في مثله. الشغلة الثانية كمان أخذوا كل الشغلات اللي عجبتني فيها من التليفونات القديمة تاعتهم الـ 4XL والـ 5 ركبوها هون وزبطوها وحطوها زيادة كمان 120 هرتز QHD الكاميرات الجديدة الموجودة هون عنا الكاميرا الجديدة كمان الموجودة قدام أنا كتير مشجع عليها وغير هيك كمان لما أعلنوا عنه لهالتليفون نزلوا أندرويد 12 على كل تليفونات البيكسل اللي عندهم السبورت فيها إذا عندكم واحد نزلوا وجربوا أندرويد 12 أنا نزلت على البيكسل 4XL نزلت على البيكسل 5A وخاصة كمان على البيكسل 5 كتير كتير مبسوط وصراحة صراحة خليكم هون اعملوا تسجيل حتى تعرفوا لما ننزلكم فيديوهات جديدة على تليفونات بيكسل وقولوا لي شو رأيكم في لهالتليفون شو بدكم يعني ركز عليه خاصة لما بنعمل المراجعة عليه لهالتليفون قريبا إن شاء الله بشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد شكرا جزيلا على كل الناس من الاشتراك وشكرا لجوجل بعتولي هالتليفون لجربه بشوفكم إن شاء الله بالفيديو جديد.